والله هذا أنا ضيفور جانو. هذا أخوي شيرو. روح يا شيرو روح. سوريا الحرب كانت تزداد سوءا. شركت لا في مي لا في أكل متنا. فقلت بطلع عند أخوي ونطلع من هنيك على هولندا من هالمشاكل. ف مشينا طلعنا من تركيا على الحدود يعني. يا والله كان طريق طويل وصعب كتير يعني. بس أنا وأخوي كنا واقفين جنب بعض. تغيرات صارت إنه بطول الطريق جينا كنا مثلاً إيد واحدة مثلاً. ما كنت جامعة ما كنت هرب. بس أنا كنت جامعة غربي وما فرس كنت كتير. قلت قوسي أو كل حولي خبيت كل حولي خبيت. خبي ما مغربي بدار. هاي حلك المسألة. يلا باي. من أول ما تصحى من النوم فراغ لا. 24 ساعة فراغ. طبعا اول ما وصلت كمان كنت اشوف كوابيس احيانا احلام خوف حالة خوف بقوم في جسمي هيك يجيني احلام بغابات مثلا صالي انه كان وسادني هنيك انه ما لسا طلعت يعني اذا تصيح صوتك ترجع لك